مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. هذا الأسبوع منحت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية ريا الأغنية الرئيسية لفرقة ستري كيدز الناجحة لعام 2022 بعنوان مانياك شهادة ذهبية رسمية لأكثر من 500 ألف وحدة تم بيعها في الولايات المتحدة. ومانياك هي الأغنية الثانية لفرقة ستري كيدز التي تحصل على الشهادة الذهبية من ريا بعد أغنيتها الناجحة God's Menu في عام 2020. تمثل الأغنية أيضا شهادة ريا الرابعة بشكل عام، حيث حصلت الفرقة سابقا على الشهادة الذهبية في الولايات المتحدة بألبوماتها لعام 2023 5 Star و Rock Star. مع هذا الإنجاز الجديد أصبحت فرقة ستري كيدز ثاني فرقة فتيان كيبوب في تاريخ ريا تحصل على شهادات ذهبية لأكثر من أغنية واحدة، ورابع فرقة كيبوب بشكل عام بعد بي تي أس وبلاك بينك وتوايس. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.